ينعك عليك. السلام عليكم شيخ سودي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سركال دولة بانها واقر سطو صنوبان دولة دو شقيني واقر شقدي وحي هاي إن أمر لنا سيو وانتك سو خارجينو واقر سؤال شيء وحي تاي مش أرك وحنكو قادني إن وحلو وحي سياسة هان كسوه جيدة الدولة دا إنا خارجينو واقرت أو دل أهمس وحيريس أهمس وابل خارجينا وان دل إني وان سمين إني واقرت إلا وقف بصوت الطب واقرت كما حرجرن ما يقف خارج اسمرك هذا قياس إذا إلا صدن كاسنو شني لبات تنقف كعنتي دا واكو تكتين كواس ديدو دا لغاربا أما إهل كودينا عفز كدل بتي قفكي أمر كيسيني أسقنا والغرها ولكن قتلك قاه نعم أسق دين بيقول لي هاي وأقول قيب سنة دين بيقول لكن دي هذه مباشرة نك قتلك مباشر قصة ما يا قار قدني منه ومسبب منه ومباشر من غير مباشر الله أمرك كوب بحيي نفوي ولو يددون أنك نفدي لي وأمرك كوب بحيي إنه نفدي له وقاتل كل مديه لكن هذه أوبا هوش توس أفوريه aya ka dinbi badan oo ah adiga ayaa laga rabaa diidii wax la qaaday oo ciidamada sirta isan ciidamada sirta sarkaal dowladeed bana aniga hadii aan qof ka soo khaarijin wa aniga lay khaarijinay adiga inuu khaarijiyo asal ah intii aan qof khaariji lahayd maxay yeelay kun al maqtul wala takun al qatil usmaan uu nabiga kaga dardaarmay wadaal fuqahaadu waxa yiraahaan ninka haduu qof oo qori lagu qabto oo li yiraahaa qofkan dil hadii kale adaa lagu dila هذو دل ولو قصاصة وحال رأني هاي دل محاي النفط هذا نفطي كما قيمة بدنه صدح جيربان حاشك تجي ملي قعفين بعض ملين لعل الله إلهي نو كعفي وايت وإلهي وغفور رحيم لكن إلهي حق غيرك ما عفيه مركا هذه كلته واتق أن يقفك الوجود لا يقف هذا بجلس وحاسة هيد قفك سلادي قبائل كودي إن أرنت هسوش هيك إلهي إنه فرج كفر على غيابة ما دام أتقف توبة كينا إيتا إلهي واجعلي أدونك توبة كينا بابك توبة محرنا تاب بابك توبة كام محرنا ولي باب تابك توبة ما دماني نبي قال يسلا سنين سجاش سجال قف دلو يري بح كدو كجور مقالة ولكن وشرع من قبلنا أي علماء قارنهان لكن أذى وحر هذه سام دام أدنين أو مخابرات أهيد أو سكورة وشقين يسي قلوين كاس دولة ده دولة أصل كحال ربع إن لقد دفاع وحي عدو خارجية لكن نن أنا يسوع هرجيد هلا سود دلني كيري نك دلو كل كله إلهي وقف سنة ديجا ما مركا قف توبة وصعدات هاي وحكا درن كي ما انت ساس قد انتو امري هذي وانوش هاي حاجة تكتي واشاكتي وحكو دا شا دات كاس انات حقوق دو دا عفز كقات النبي عليه الصلاة والسلام حوليه من كان عنده مظلمة من اقيه فليتحلله الان حتى هكا هكا دلبضو دات كاس قبيل كو دا تقانا اللين صومالو استقانا قبائل كي حكم كوفر دي يكو كسو هرجيد والا يقانا انات رادسيد اتي راساس دعضي انا عفزيد هذي واحد البانا ان وحلا سيو إلهي نو وكا توبد وكا أقبل إن شاء الله الله نقوف في أرنتا إن شاء الله توبد الله كا أقبله وعد ما تنتهي السلام عليك وسؤاله هو قبل إن شاء الله سؤال شنو سأقدم بس وحرب الدول إن الدول استعج أن ينجر كليا إن نيك أضيقها يهدى يري دولة وشقي جرو أسكرت الدت كدشاءها ونيك صو معارض أم دولة كصهور جا درجري وهذا الكلمة كلية هل كدت كأسكرت أهو dowlad muslim aan ahan anaga dadka gaalada kala minni dhiga muslimka hadar ma naqla madaxweyne ay amray iyo sargaal ay amray in qof muslim ku dishid ilaahay waa ku qabanaya maanka yoomal qiyaama qofka qaatilka soo dilay wuxuu leeyahay ma qatartani nabigu xajisu ka sheekeyay wuxuu leeyahay ninka wax dilay ninka la dilo dhig hooyo shakhs soo dhig ka socdo wuxuu qorta ka hayo wuxuu keenay ninka dilay askari ama askari muqaabaraad ka aha ama askari la soo amray ama magac urub u bixi ama haram cad ama waxa dhaada gorgor wax harto u bixi magacaydan yani lu sirin qof muslim digis iska ilaaliya wuxuu leeyahay nabiga cali sanigu keen wuxuu leeyahay ya allah salhu lima qatalani wuxuu ninkan weydi ilaahay maalinkaas cadaalad jirto wuxuu leeyahay amarani fulan an aqtuluhu wuxuu yiri waxay amr hebel ay amray hebel ay amray makafu junayso an cadaabki ilaahay subhanahu wa taala muslimiina anahay soomaalina walaalanahay ننك الظلم لا أمر الظلم قاعد عند ولده لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق إلهي وحنا جرب دي وحارنتمي
عد يا لغديه قبيل هبل عدو نقولها ويرنوا أدلنا هكين عد مدحوينا دفاع أمر زوارة دفاع أم قبيلة دفاع هكين عذابك كلي جلس أسكريو نك أسوأ قوم مين يا إلههم حكبنا توبض إنه كأقبله إذن كان ديجين هدا عصبتين على يناتيهن إس إلهي إلههم حكبري واحد دان شيء واحد شيء هدا قال ديهن نفتي دي شيطاني كأهاتي هدا صحن توفيق إلهي سبحانك الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.